احنا طبعا دائما بنتكلم عن هذا الموضوع ونتمنى من اخواننا التركيز على تجنب المخالفه. السلام عليكم، شلونك اخوي؟ ان شاء الله بخير. شنو مخالفتك؟ حزام. ارتدي لي الحزام، عالج الموقف. شنو سبب عدم ارتدائك حزام الامان؟ والله مستعجل. مستعجل يعني هو راح ياخرك؟ لا ما ياخر، بس امان الله يعني ما انتبهت، بس طلعت على السريع. يلا ارتدي لي حزام الامان. اجازتك سنويتك، عندك بعد مخالفه. شنو يعني؟ طينا الاجازه والسنويه. الاجازه والله ما جايبها، ما شايفها، بس السنويه الاجازه ما شايف، ما جايبها. وايش صار؟ هو ايش صار؟ الساعة 4 يمكن، مو ستار حزام الامان وعدم تجديد السنوية. اي عدم تجديد السنوية، انا مالي علاقة، انتش مشتريها جديد مشتريها قديم، ما مجدد السنوية، بالاضافة الى عدم حمل اجازة السوق. هاي 4 مخالفات هسه قدامك الاخ المواطن. احنا نعاقب انه نخالف بالمخالفة الاشد اللي هي الستار. نعم، حسب القانون المرور رقم 1 تاخذ اجراءك القانوني فيما يخص هذا الموضوع. نعم. انه فيما يخص عم تطمئن نفسي والله ديت، فيما يخص المخالفات. نعم. المفروض يكون نوع من التعاون بيننا وبينكم. صحيح. هذا التعاون. صحيح. اساس سائق المركبه. صحيح. اذا انت ترتدي حزام الامان مشيك اجازتك. نعم. ما عندك مخالفه ثانويه راح تجنب نفسك المخالفه. صحيح. صح. صحيح. هس انت راح تعرض نفسك الى مخالفة. صح. وهذه المخالفة راح اكيد تأثر عليك. صحيح. مهما كان المبلغ. صح. 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 لكن هي راح تأثر. صح. عليك. والله نصيحتك. صح. الى نفسك ولا اخوانك سائقين مرتبات. نفس لا يتكرر هذا الخطأ مالتي، لا يتكرر. شلون؟ لا يتكرر نفس الخطأ مالتي. لا يتكرر نفس الخطأ مالتي. اتمنى لك كل الصحة والسلامة، لكن احنا راح نتخذ الاجراء القانوني.